ما زلنا يعني هي ممكن نلحق. المشكله بجد والله لما تفتحوا كده وعليكم حياتنا بالصفحه الاجازه فرصه ان احنا نذاكر ونلم نفسنا، مش لازم نذاكر بالتفصيل ومش لازم نحفظ كل كلمه، بس على الاقل نبتدي نقرا. المبادئ بتاعتنا يا جماعه لما نسمع الحاجه نروح نذاكرها وبعدين نرجع نكررها، نكرر القرايه، مش لازم نقرا بعمق، نرجع نكرر القرايه تاني يعني نسمعها وبعدين نروح نكررها تاني قريبا. وبعدين هنا بعد قبل فتره 7 ايام رجعنا قرينا مره ثانيه الحاجه بيبقى سهل قوي استرجاعها بعد كده، يعني تسكب في الباك ميموري كده في الباك مايند ويبقى سهل قوي ان احنا ايه نسترجعها. ما زلنا ماشيين بنفس الطريقه، احنا بنقول ان احنا في اول اسبوع الباثولوجي ماده جديده علينا، الباثولوجي ماده مهمه، في ترمينولوجيز كتيره ممكن تبقى جديده احنا مش اورينتد بيها، اجزاء منها لها علاقه بالكلينيكال وكده، ولانه الجنرال باثولوجي مهمه حتى كمان للسيستميك، يعني حد فينا يتصور ان في اورجن في الجسم ما يحصلش فيه انفلاميشن؟ لا. فالكلام اللي احنا بنطبقه هنا ده او الكلام اللي احنا بنعرفه هنا ده عشان في كلام يبقى كمان الكلام اللي احنا بنقوله النهارده بتاع الانفلاميشن ده هيبقى ابليكابل معانا في كل السيستميك بعد كده، كل السيستميك باثولوجي. هندخل على الكارديوفاسكولار، على الريسبيراتوري، على مش عارفه ايه، هتلاقي انه في اكيوت انفلاميشن وكرونيك انفلاميشن والباثولوجينيسيس بتاعهم هو هو، والكاردينال ساينز هي هي، والجراس والمايكروسكوبيك بيكتشر هي هي، والفيتال كومبليكيشن هو هو. فايه؟ ففكره ان احنا بنحط في الجنرال البيزس اللي هيساعدنا كمان ويسهل علينا ايه؟ مش بس حياتنا العمليه ولكن كمان حتى مذاكره الايه؟ بقيه الباثولوجي. طيب زي ما بقول يعني ايه معلش احنا اتكلمنا في اول اسبوع فانا ماشيه بطيء جدا. بحاول انكم ايه؟ نمشي حته حته الجزء اللي خدناه ما يبقاش كتير علشان نعرف نذاكره. وان شاء الله احنا ماشيين بريت مع بريت كويس وهنخلص ان شاء الله في ايه؟ في ميعادنا. انا ما بحبش ايه؟ اجري وابص الاقي ايه؟ ان احنا خلصنا حتى قبل ايه؟ قبل ميعادنا وتبقى المحاضرات بتاعتكم خساره وحرام. طيب احنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن الانفلاميشن وقلنا الانفلاميشن التايبس بتاعته اكيوت وكرونيك وصف اكيوت انفلاميشن، والاكيوت ده اللي هو رابيد اونست وايه؟ وشورت ديوريشن. وبعدين ابتدينا نتكلم عن الاكيوت انفلاميشن وقلنا ان احنا ايه باثوجينيسيس او التشينجز اللي بتحصل في الاكيوت انفلاميشن بتعتمد على ايه؟ او يعني في زي حاولنا نرسم خريطه كده بالتشينجز اللي بتحصل، فقلنا ان هو في تيشو دامج، والتيشو دامج ده بيبقى اكونت باي ليزو كيميكال ميديتورز. الكيميكال ميديتورز دي لو تفتكروا قلنا السورسز بتاعتها منين؟ بتيجي من السيلز والتيشو، بتيجي من البكتيريا، بتيجي من ايه؟ من البلازما، ماشي؟ والكيميكال ميديتورز دول بيعملوا وظيفتين كبار قوي، يا اما بيشتغلوا على الفيسلز يا اما بيشتغلوا على السيلز ويعملوا لنا كيمو تاكسيز واكتيفيشن للسيلز. هم دول وظائف الكيميكال ميديتورز، يعني هم اللي بيميديت كل الايه؟ الانفلاماتوري بروسيس اللي بتحصل. بعد كده الكيميكال ميديتورز خلينا ندخل ايه؟ دخلنا او الرياكشن بتاعها يعني بيعمل الباسكولار فيز، وفي الباسكولار فيز ده بيحصل
اما بتركن على جنب هل المفروض انها تركن على جنب ولا بس ولا احنا عايزينها تعمل حاجه اكتر؟ عايزينها بكره، عايزينها ايه؟ تفتح الباب وتزق وتخرج. طيب علشان تفتح الباب وتزق وتخرج ممكن الموضوع يبقى صعب من غير ما تروح تعمل ايه؟ تروح تعمل ايه؟ تروح تمسك الباب جامد وتفتحه وايه وهي لازقه نفسها وتزق وتخرج. ماشي؟ اوكي؟ فهي مش بس بتروح عند الحواف ولكن لازم تلزق. لازم تلزق. هنا. ماشي؟ بتلزق ازاي؟ بانها تاتاتش للريسبتورز. احنا قلنا كل رياكشن بتحصل في الجسم عباره عن انه في ايه؟ في حاجه بتلزق في حاجه، الحاجه اللي بتلزق في حاجه ده اسمها ريسبتورز، ماشي؟ فهي بتلزق في ريسبتورز، الحته دي اللزقه دي اسمها بيبر. كانها سفلتت البلاد فيزلز. ماشي؟ فيبقى أول خطوة في الانفلاماتوري سيلولار انسيدير إنه يحصل مارجنيشن. مارجنيشن يعني راحت عند الحافة بتاعة البلاد فيسلز، وبعدين عملت إيه تاني؟ وعملت بيبر. ماشي؟ شايفين هنا؟ أهي اللوكوسايتس كانت في النص ابتدت تروح على إيه؟ على الجنب وايه وتلزق وتبقى ايه وتبقى عند الايه عند الحواف ده المارجنيشن وبعدين بتلزق عبر ايه عبر سيرفيس ريسبتورز. ماشي؟ عبر سيرفيس ريسبتورز زي ما قلنا ان السيرفيس ريسبتورز دي دايما بتبقى ايه حاجه بتفيد انت حاجه يعني مش عارفه ما حاولنا نرسم المره اللي فاتت اكزامبلز يعني لو انا عندي ايه ده ريسبتور بتلاقي ايه الحاجه اللي بتلزق في شكلها كده الريسبتور التاني مثلا كده هتلاقي الحاجه اللي بتلزق فيه شكلها كده بيسيت زي الايه؟ الدي ان بلوك. ماشي؟ اهي شايفين هنا؟ ادي الكوسايتس ابتدت تلزق في ريسبتورز الاندوكلير ايه؟ الاندوكلير سيرفيس. ماشي؟ يبقى اول خطوه هي ايه؟ مارجنيشن اند ايه؟ اند بيبمنت. لزقت ايه؟ لزقت بريسبتورز. الريسبتورز دي ايه اساميها؟ ماشي؟ ايه اساميها؟ اساميها لقوا هما الريسبتورز دول ممكن يبقوا نوع من ثلاثه اللي ايه؟ السلكتينز والاميونوجلوبولينز والانتجرينز. ماشي؟ الريسبتورز دول ثلاث انواع السلكتين والانتجرين والاميونوجلوبولينز. ماشي؟ ده اساميهم. دول الريسبتورز اللي بتلزق فيهم او بتلزق عن طريقهم اللوكوسايتس علشان تبتدي ايه؟ تبتدي تخرج. طيب يبقى معنى كده معنى كده بالعقل يعني لو حصل ابنورماليتي في الريسبتورز دول في الادهيزف مولكيولز دول معنى كده انه ايه؟ انه الانفلاماتوري رياكشن هيبقى ايه؟ هيبقى ضعيف. ماشي؟ ومعناها انه ايه؟ انه مش هيبقى فيه ايميجريشن، مفيش بعد كده ايميجريشن في مقدمه يعني المارجنيشن والبيفمنتنج وبعدين بعد كده خروج اللوكوسايتس ده مقدمه لانه تحصل فاجوسايتوزس كل ده مش هيحصل فتبقى ايه؟ فتبقى الانفلاماتوري رياكشنز اكتر والشخص ده يبقى عنده نوع من انواع ايه؟ الامبيرد اميونتي يعني يجيله ريكارنت ايه؟ ريكارنت انفكشن. ولقوا ان هم ايه؟ انه في نوعين لو حصل في الانتجرين مشاكل لو كان في congenital genetic abnormalities في الانتجرين فبيحصل ايه؟ حاجه اسمها تايب 1 leukocytic adhesion deficiency. تايب 1 leukocyte adhesion deficiency. والتايب 2 اللي هو الايرور او المشكله في السلكتين. ماشي؟ تمام؟ سهل كده الكلام؟ حاجه كده سهله خالص. ايه اللي حصل؟ الفيسكوستي بتاع البلاد زاد بقى فيه ستيزس اللوكوسايتس راحت وقفت على الحواف اما وقفت على الحواف بقى
او دي ايه؟ خلاص احنا بقى عندنا ايه؟ وصلنا دلوقتي لمرحله ايه؟ ان البلاد فيسلز فيها اليوكوسايتس لازقه على ايه؟ على السيرفيس اندوثيليوم، صح كده؟ طب في ايه تاني كان حصل من الفاسكولار فيز؟ انه الجابس وسعت، انه الجابس اللي في الاندوثيليوم وسعت، ماشي؟ في انكريز فاسكولار برميابيلتي، تبتدي بقى المونوس تبتدي اللوكوسايتس تزق نفسها، ما هي لازقه خلاص، لازقه والباب مفتوح، هي تعرف ان هي لازقه في ايه؟ تزق نفسها، هي المشكله انها لو ما لزقتش مش هتعرف تزق نفسها، لان هي يعني ملهاش رجلين زينا بقى، ملهاش رجلين زينا هتعرف تمسك بيها، فهي لازم تلزق علشان تعرف تزق نفسها. عملية الخروج دي اسمها ايه؟ اسمها immigration. متهيألي الكلام مش كده؟ ماشي؟ فبتبتدي تدخل ايه؟ تدخل حاجة اسمها سودوبوتيا، تحاول تطلع رجلين، تحاول تطلع حاجات تدخلها وتزق نفسها من خلال ايه؟ من خلال الفجوات اللي هنا علشان تخرج، دي البروسيس اللي اسمها immigration. ونشوف ايه الصورة بتاعتها اهي، شايفين؟ ادي الكوسايتس ده في النص، ابتدت تيجي على هنا، اما ابتدت تيجي على هنا ابتدت تلزق بريسبتورز اهي، ابتدت تلزق بريسبتورز، وبعدين بقت تزق نفسها وتطلع سودو بوتيا، رجلين رجلين بتاعتها يعني السيت بلازم يبتدي يزق في ناحيه كده وتخرج من الايه؟ وتخرج من الايه؟ الجاب. البروسيس دي فاسيليتيتد بايه؟ بالادهيجن مولكيولز اللي هم السلكتين والايه؟ والانتجين. ده صورة تانية برضه بتوري دي ايه؟ مش مهم تفاصيلها بس برضه فكرة ايه؟ فكرة انها ازاي بتخرج من خلال الايه؟ من خلال الاندوثيليا سيلز. وكل طبعا ايه؟ الموضوع يعني احنا بنحاول نبسطه بس هو طبعا الموضوع مور كومبليكيتد، بتدخل فيه ايه؟ فاكتورز كتيرة جدا، اللي منهم ممكن يتخصص في الحاجات دي في الجزء السيلولر والريسيرشز بتاعته وهيدخل في تفاصيل، انما احنا بنحاول نسمبليفاي على قد ما ايه؟ كلنا عارفين في الجيوش اما الناس بتيجي تحارب، اما الجيش بيجي يحارب بيبقى ايه؟ القائد الاعلى للقوات المسلحه عامل خطه، مش كده؟ ويبقى حاطط خط الدفاع الاول، وبعدين بعد خط الدفاع الاول بيبقى حاطط ايه؟ خطوط في الخلفيه تقدر تروح ايه؟ تهجم بعد ايه؟ اذا يعني اذا كانت قدرات خط الدفاع الاول ده مش كافيه، او حتى يعني ايه مش صح ان انا ايه ان انا اطلع حتى كل ايه كل قواتي، المفروض ان انا ابعت مجموعه في الاول يبقى منها انها ايه تستكشف وتشوف الدنيا فيها ايه، وبعد ما بتستكشف تبعت حاجات للقياده العليا تقول لها ايه ده في اسلحه شكلها كذا، ده القوات اللي موجوده هنا شكلها كذا، مش عارفه ايه، فيبتدي ايه تروح الامدادات اللي ايه اللي تعرف تحارب صح. ماشي؟ فاحنا عندنا في جسمنا خط الدفاع الاول هم مين؟ هم النيوتروفيلز او البوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس. ماشي؟ عارفينهم؟ اللي بيبقى شكلهم كده. دول اول ما بيحصل انفلاميشن، اول ما بيحصل انه انجوريوس ايجنت يجي بسرعه بسرعه تعالوا 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 يا نيوتروفيلز. دول اول حاجه بيجروا. ودول كتير ولو مات منهم شويه مفيش مشكله. الميزه فيهم ايه؟ الميزه فيهم انه لما بيموتوا هم نفسهم بيطلعوا كيمو تاكتيك فاكتور تستدعي خط الدفاع التاني. ماشي؟ فمعظم الاكيوت انفلاميشن اول حاجه بتيجي فيها النيوتروفيلز، ده خط الدفاع الاول بتاعنا. وبعدين في خلال ايه؟ بعد 24 ساعه بتيجي ايه؟ بتيجي المونوسايتس. المونوسايتس بتيجي بعد النيوتروفيلز، جزء من الفكره ان المونوسايتس اللي بتتاخر
فاجوسيتك سيلز بس ايه بس اه فاجوسيتك سيلز يعني ايه يعني بتاكل مش كل سيل في الجسم بتاعنا بتعرف تاكل حاجات وتدوبها انما السيلز اللي بتعرف تاكل حاجات وتدوبها هي ايه هي بس نسميها فاجوسيتك سيلز الفاجوسيتك سيلز تقريبا اللي موجودين في الجسم هم ايه يا نيوتروفيلز يا مونوسايتس يا مونوسايتس يعني سبيشال فورمز يعني وهنقول هم مين يعني نقول اكزامبلز للمونوسايتس اللي هم السبيشال فورمز بس في النهايه المونوسايتس والماكروفاجز والديشوستوسايتس دول اللي هم حاجه ريليتد لبعضها ايه الفرق بين مين الديشوستوسايتس ومين المونوسايتس ومين الماكروفاجز هم قريبين من بعض يعني هم الاوريجن بتاعهم واحد المونوسايتس اللي هي سيركيليتنج في البلد التيشو هيستروسايتس اللي هي الهيستروسايتس اللي موجوده دورمنت في النورمال تيشو قاعده كده في التيشو قاعده ساكته ماشي الاثنين لما يبقوا اكتيفيتد بيتحولوا لايه؟ لماكروفيتش ماشي اوكي فاحنا ايه دلوقتي دي صوره للايه؟ دي نيوتروفيلز السيجمنت النيوكليس بتاعها ودي ايه؟ المونوسايتس. يبقى احنا القصه حصلت ازاي؟ انه الاول خالص اللوكوسايتس راحت لزقت على الحيطه بتاعت البلاد فيسلز ركنت الاول على الحيطه وبعدين لزقت على الريسبتورز اللي هم مين؟ السيلكتين والانتجرين والاميونوجلوبيلز وبعدين راحت زقت زقت وخارجه عبر السودو بوتس وبقت بره في البيت. خلاص احنا بقينا فين؟ بقينا هنا. عملت ايميجريشن هجرت للتشو بس الانفلاميشن كده صح؟ ماشي؟ فهي بعد ما عملت ايميجريشن المفروض بقى انها تمشي في سكتها تروح لايه؟ تروح للحته بتاعت الانفلاميشن طيب هي تمشي ازاي؟ فاكرين المرة اللي فاتت قلت ايه انه هنمشيها هي ما بتعرفش تمشي فهنجيب لها تاكسي ماشي التاكسي ده في الجسم مش عربية ولكن جبنة ماشي فهنجيب لها ايه كيمو تاكسس فاكر حاجات ايه حاجات بتتقلها الكيمو تاكتيك فاكتورز دي جايين منين الكيميكال ميديتورز كيمو تاكتيك فاكتورز كيميكال ميديتورز كلهم منهم هم الكيمو تاكتيك فاكتورز يعني جايين منين يا جايين من التيشو يا جايين من البكتيريا يا جايين من ايه من البلازما ماشي كده خرجت الايه الليمفوسايتس وبعديها هتاخد المونوسايتس طيب فين الار بي سيز؟ فين الار بي سيز؟ الار بي سيز حاجه صغيره طالما السيلز فتحت كده وطالما في اللوكوسايتس بتزق نفسها وعشان تخرج ساعات ايه ممكن بعض الار بي سيز يخرجوا لهم دور لا مالهمش دور او حتى او يعني كانها حاجه كده ايه يعني حصلت باي لك انه الليوكوسايتس وهي خارجه خدت شويه ايه؟ شويه ار بي سيز معاها بيسموا القصه دي دايابيتيسس وملهاش ايه؟ ملهاش سيجنفيكانت رول حتى الان يمكن انتوا لما تتخصصوا في الريسيرشز او تعملوا حاجه تلاقوا لنا دور انما حتى الان ملهاش دور. دي الكيموتاكسس اللي كنا بنقول عليها هنا شايفين ايه؟ شايفين الكيموتاكسس ايه؟ directed movement of immigrating lymphocytes to the site of injury. ايه الكلام الكبير ده؟ هو اللي احنا قايلينه هنا. انا عايزه دي تيجي هنا. فانا بعمل لها directional. directed movement of lymphocytes to the site of injury. ماشي؟ وادي الايه؟ الكيموتاكسس يعني بتجيب مين؟ بتجيب السلس ناحيه الايه؟ الحته اللي فيها انفلاميشن. الايه مهمه دي ان انا اوصل الفاجوسيتك سيلز او الانفلاماتوري سيلز للايه؟ للاورجانيزم.
للديفرنت سيلز ايه؟ احنا قلنا السيل الاساسيه من النيوكليز والمونوسايتس هتلاقوا ان الكيموتاكتيف فاكتورز قريبين قوي من بعض. عاده الكيموتاكتيف فاكتورز ماتيريال برودكتس، بس التوبناي بيجيب اكتر من النيوكليز والباس النايل بتجيب مونوسايتس. عارفين يعني ايه فايروس النايل؟ ماشي؟ البكتيريا يا اما تبقى منوره اسمها فقاعه، يا اما تبقى عامله زي الشرب كده بتبقى اسمها بس النايل. ماشي؟ فالكيموتاكتيف فاكتورز اللي ديفرنت سيلز او المين انفلاماتوري سيلز بتاعتنا اللي فيه زي المونوسايتس، عندنا البكتيريا البرودكتس هنا الفقاعي بتلعب دور اكتر في النيوكليز، بس النايل بتلعب دور اكتر في المونوسايتس. الكومبلمنت فاكتورز او كومبلمنت كومبوننتس، وزي ما قلنا ايه اشهرهم واللي دايما هنلاقيهم بيظهروا معانا C3A C5A. في النيوتروفيل كومبوننت، النيوتروفيل لما بتموت بتجيب مور نيوتروفيلز وبيجيب لنا مونوسايتس والليمفو كاينز اللي هي اللي بتطلع من الليمفو سايتس برضه تبقى كيمو تكتيك فاكتورز. ماشي؟ يبقى احنا القصه ايه؟ القصه تاني ببساطه، السيلز خلاص راحت على الحواف، لزقت خرجت اتشدت، اتشدت لمكان الانفلاميشن الكيمو تكتيك فاكتور. الكيمو تكتيك فاكتور دول مين؟ اللي هم دول. الدنيا سهلة ومفيش ايه؟ ومفيش مشاكل.
يعني هما ايه بيبعتوا ولاده كده تعالي يا لينفوسايتس وتعالي يا ماكروفاجس. طب هيمشوا ازاي؟ يعني هيتحركوا ازاي؟ ما لهمش رجلين زينا، ما لهمش عضلات زينا، هيتحركوا ازاي؟ لا هيتحركوا الكيموتاكتيك فاكتورز نفسها بتشتغل عبر ايه؟ عبر سبيسيفيك ريسبتورز. احنا قلنا كل حاجه بتشتغل بالريسبتورز. هتيجي ادي الليمفوسايت يقوم عليها ريسبتور يلزع عليه الكيموتاكتيك فاكتورز، ولما بيلزع الكيموتاكتيك فاكتورز هنا ده بيعمل اكتيفيشن لانزايم اسمه فوسفولايبيسي، بيعمل اكتيفيشن لانزايم اسمه فوسفولايبيسي. الفوسفولايبيسي ده اما بيبقى اكتيفيتد يطلع لنا كالسيوم. كالسيوم ماشي، احنا عارفين ان الكالسيوم مهم للعظم ومهم للحركات بتاعتنا، فحتى كمان جوه الايه جوه السيلز الكالسيوم مهم، فبيطلع لنا كالسيوم من ايه؟ من الانتراسيلولار كومبارتمنت والاكستراسيلولار كومبارتمنت. يعني الكيموتاكتيك فاكتور ما بتشتغلش، ما بتناديش عليها تقول لها تعالي يا سيلز، ولكن برضه عبر كيميكال رياكشن. كيميكال رياكشن ايه؟ الكيموتاكتيك فاكتور بتلزق على سبيسيفيك ريسبتورز، السبيسيفيك ريسبتورز دي بتاكتيفيت انزيم اسمه فوسفولايبيز سي. فوسفولايبيز سي بيطلع كالسيوم، والكالسيوم بيبقى في الانترا سيلولار والاكسترا سيلولار ستور. Thank you.
السلز نفسها ابتدت تتحرك. ماشي يعني انا بقول لك ايه، لو فرض مثلا ان انا على سلم الكهرباء ماشي، سلم الكهرباء بيطلع بيا وانا انا بس السلم هو اللي بيتحرك، السلز نفسها ما اتحركتش. انما لو انا عمال اطلع والسلم بيطلع معايا، انا اكتب الحركه بتاعتي كمان الايه اللي يعني هي الاكتيفيتي والباسيفيتي هنا لها علاقه بالسيلز. السيل امتى اكتف وهي بتتحرك بنفسها. الاكسترا سيلولر ده ايه؟ ده هي بس هي ما بتعملش فيه حاجه، بتتزق بس، حد بيزقها من ايه؟ من بره. طيب وصلنا بقى نرتاح مش كده؟ الليوكوسايتري فيلز اهي او المونوسايتس وات ايفر، وسط بقى عند الايه؟ عند الانفلاميشن ترتاح بقى وتقعد تنام. لا خلاص بقى هي وصلت جعانه ماشي، فعايزه تاكل. وصلت جعانه فعايزه تاكل، هتاكل منين؟ هتاكل اكل؟ لا مش هتاكل اكل، هتاكل اورجانيزمز. هتاكل اورجانيزمز وهتاكل ايه؟ تشو متبصر. البروسيس بتاعت الاكل دي اسمها فاجوسايتوزس. يعني ايه فاجوسايتوزس؟ فاجوسايتوزس is a process by which cells recognize بتتعرف على injurious agent then engulf and digest او destroy او كده الايه؟ ال injurious agent. فالفاجوسايتوزس هي ايه؟ الاول ان انا السيلز ريكوجنايز ان ده حاجه مش طبيعيه، وبعدين تنجلف، وبعدين تعمل ديجراديشن ماشي. فالفاجوسايتوزس is a process in which الفاجوسيتك سيلز ريكوجنايز engulf and degrade الابنورمال ايه؟ الابنورمال بارتكلز زي البكتيريا، الفيروسز، الديد سيلز، الفايبرين، وات ايفر ماشي؟ هي فيها ايه؟ كانه الفاجوسايتوزس فيها ايه يا جماعه؟ فيها 3 فانكشن. engulfment دي اول حاجه، ثم سوري ريكوجنيشن الاول، ثم engulfment، ثم degradation. اوكي؟ طيب هيتعرف الصوره دي معقده جدا، دي بكتيريا كويس. البكتيريا دي الفاجوسيتك سيلز لو حاولت ايه تاكلها هتعمل ايه؟ هتعمل ايه البكتيريا؟ يعني هتعمل ايه لما البوليس بيحاول يجري ورا هتجري مش كده؟ هتجري. لما البوليس بيحاول يجري على ورا حرامي، الحرامي بيجري ماشي؟ اوكي؟ طيب فيبقى لازم نقول ايه؟ انه لا انا مش عايزاها تجري، عايزه امسكها. فعشان امسكها لازم بشكل ما اكلبشها. الكلبشه واي حاجه بتحصل في جسمنا بتحصل عبر ايه؟ ريسبتورز. فيجي الفاجوسيتك سيل تلاقي البكتيريا، البكتيريا فيها زي انتيجنز، الفاجوسيتك سيلز فيها ريسبتورز تلزق الانتيجنز دي وتمسكها. فكده بقت ايه؟ بقت البكتيريا بالكلبشه في الايه؟ في الفاجوسيتك سيلز صح؟ دي اول حاجه الريكوجنيشن. الريكوجنيشن بيتم عبر نوع من انواع الريسبتورز. طيب لما خدت البكتيريا، طب انا حطيتها بس كلبشتها جنبي وبس كده؟ ما ينفعش. طب انا كلبشتها وبعدين انا لازم احطها في عربيه الترحيلات. احطها في عربيه الترحيلات ازاي؟ بانه الفاجوسيتك سيلز تبتدي تزق حواليها السيتوبلازم، يعمل سودوبوتس، يعمل سودوبوتس تقفل على ايه؟ على الايه؟ الفاجوسيتك سيلز. فتحط دلوقتي في عربيه الترحيلات ماشي؟ عربية الترحيلات هنا عندنا اسمها ايه؟ فاجوسوم. يعني كلبشات ريسبتورز وعربية الترحيلات ايه؟ اسمه فاجوسوم.
ماشي؟ فاجو من فاجوسيتوزس، فاجوسوم يعني الغرفة اللي اتحطت فيها الابنورمال بارتكلز او البكتيريا جوه ايه؟ جوه الفاجوسيتوسس. طب وبعدين هي هتفضل طول عمرها في عربية الترحيلات؟ ولا هيرموا عليها قنبلة غاز تموتها؟ هيرموا عليها قنبلة بس مش قنبلة غاز، هيرموا عليها قنبلة كيماوية. ماشي؟ هيرموا جوه عربية الترحيلات قنبلة كيماوية، القنبلة الكيماوية اللي عندنا جوه الفاجوسيتك سيل اسمها لايزوزومز. اللايزوزومز دي فيها بروتيوليتك انزيمز، فيها انزيمز بتعمل ديجريديشن. خلاص احنا دلوقتي عملنا ايه؟ الاول اتعرفنا عليها. تعرفنا عليها عبر الريسبتورز، عملنا لها انجلفمنت ودخلناها جوه عربيه الترحيلات، وهي جوه عربيه الترحيلات احنا مش هنسيبها عايشه، لازم نموتها. فعلشان نموتها بنرمي عليها القنبله هنا اسمها لايزوزوم. القنبله بتتحد مع الفاجوسوم، يعني عندي لايزوزوم وعندي فاجوسوم، يتحدوا مع بعض يعملوا لي فاجو لايزوزوم. ماشي؟ وتبتدي الكيماويات اللي موجوده تعمل ديجريديشن للبكتيريا. ماشي؟ فخلاص ما بقاش فيه بكتيريا. طب وبعدين؟ احنا ايه؟ هو بياكل بكتيريا. طب عربيه الترحيلات اللي جوه دي هتفضل كده جواها بكتيريا ميته على لايزوزايمز على مش عارفه ايه؟ لا، بتقوم رايحه عند السيرفس وتقوم ايه؟ فاتحه، يعني ده الهرب لايزوزوم بعد ما البكتيريا ماتت خلاص وانتهت، تقوم رايحه عند السيرفس وتقوم فاتحه وترمي ايه؟ وترمي الحاجات اللي فيها اللي هي وات از كولد اكزوسايتوزس. خرجنا الايه؟ الديجريدد ماتيريال بره. ماشي؟ يبقى الفاجوسيتك بروسس بتحصل عبر ايه؟ عبر ريكوجنيشن انجولفمنت اند ذن ديجريديشن. ريكوجنيشن انجولفمنت اند ديجريديشن، الريكوجنيشن بريسبتورز، الانجولفمنت فاجو بسودوبود بتخلي البكتيريا او الابنورمال بارتكلز جوه الفاجوسوم، وبعدين الديجريديشن بيحصل عبر فيوجن اوف ذا لايزوزوم وذا فاجوزوم، يعني اللي فاجو لايزوزوم. بعد ما بيحصل ديجريديشن للبكتيريا الابنورمال بارتكلز بيحصل ايه؟ اكزوسايتوزس. الايه؟ الدبري دي تترمي ايه؟ تترمي بره. ماشي؟ دي الفاجو ايه؟ الريكوجنيشن والاتاتشمنت زي ما قلنا بيحصل في ريسبتورز. الريسبتورز دول بيبقى اميونوجلوبيولينز مع الانتيجين وايه؟ وبمساعده الايه؟ الكومبلمنت اللي احنا قلنا عليه. الانجلفمنت عبر السودوبولز بيدخل على فاجوسومز ثم لايزوزوم، الفيوجن مع الفاجوسومز ويعمل لي فاجو لايزوزوم وديجريديشن وبعدين طيب الديجريديشن انتوا خدتوا في البايوكيمستري مش هدخل في التفاصيل ده، بس ايه؟ الديجريديشن بيحصل عبر تو كيميكال رياكشنز، في اوكسجين ديبندنت ميكانيزم وفي اوكسجين ديبندنت ميكانيزم. الاوكسجين ديبندنت ميكانيزم كان فيه هيدروجين ديوكسيد هو اللي بيموت الايه؟ البكتيريا. في الاوكسجين ديبندنت ميكانيزم اللايزومال انزايمز هي اللي بتموت الايه؟ بتموت البكتيريا. ماشي؟ في نفس يعني صورة مشابهة، نفس القصة، مش حاجة جديدة. الفاجوزوم بيفيوز مع اللايزوزوم يعمل لي فاجولايزوم، الدايجستيف مايكروب، وبعدين بعد كده حاجات الدايجستيف تقوم ترجع على ايه؟ على بره. هي محاولة لايه؟ لأنه نشوف صور كتيرة علشان ايه؟ الفيجن بيساعد على ان احنا ايه؟ مين الفاجوسيتك سيلز؟ عرفنا كده الفاجوسيتوزس والحمد لله كده، يعني ايه الفاجوسيتوزس؟ دي حاجه رائعه. بكتيريا تدخل من ناحيه تخرج من ناحيه، يعني حتى ما فيش جثه. فتتت وت ايه؟ وترمت، يعني في الجثه حتى ياخدوها يقتلوها. ماشي؟ الفاجوسيتك سيلز هم نوعين كبار قوي. النيوتروفيلز والعيله بتاعت الماكروفيجز. ماشي؟ النيوتروفيل زي ما قلنا ان الفاجوسيتك سيلز الفاجوسيتك باور بتاعتها اقل، بس ميزه النيوتروفيل ان عددهم كبير وبايه؟ بتولد بسرعه قوي. يعني
التيرن اوفر بتاعهم عالي جدا. ففي منهم ايه اعداد كتيره جنود مشاه موجودين يروحوا يجروا ويموتوا في زيهم جنود امر مركزي وتبر يعني حاجه ايه اللي هي مش مهمه. في منهم كتير ماشي. ده الايه النيوتروفيلز. النيوتروفيلز لما بتاكل بس لما بتاكل الماتيريالز دي وبتموت بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي الباس سيلز. والباس سيلز او الدات سيلز دي اللي هي النيوتروفيلز لما بتموت بتطلع لي بروتريفيك انزيمز تعمل الكونتراكشن وتعمل لي ايه؟ وتعمل لي باس. فلما هنيجي ناخد ان شاء الله السيكيورتيف انفلاميشن هنقول انه مين السبب في عمل الباس؟ هي النيوتروفيلز ماشي. النيوتروفيلز هي اللي لما بتموت بتتحول لباس سيلز. الديد نيوتروفيلز بتطلع بروتينيتك انزيمز تدوب لي كل الحته بما فيها بقى يعني هي ايه ما شاء الله بترش كيماوي يقضي على ايه على كل الايه على كل المنطقه وتعمل لي ايه وتعمل لي باس. طيب مين فاجوسيتك سيلز ثانيه زي ما قلنا ايه الماكروفيج. والماكروفيج هي دي التايب الثاني للفاجوسيتك سيلز بتيجي من المونوسايتس او بتيجي من التيشو هيستيوسايتس. وفي سبيشال تيشو هيستيوسايتس ممكن نفتكرهم من الهيستولوجي اللي هي كبفر سيلز في الليفر مثلا النيتورال سيلز في الايه في الاسبلين مش عارفه ايه دول ايه دول ماكروفاجز او تيشو هيستيوسايتس بس واخدين اسامي عشان الحتت ايه في الحتت بتاعتهم. فالماكروفاجز از ماتش 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 مور باورفول از فاجوسيتك سيلز. هي البروتوتايب اوف فاجوسيتك سيلز في الجسم طبعا ما بتعملش بس هي بتموت بس وتاكل اي حاجه الحقيقه يعني بتشيل اي حاجه. والميزه فيها انها ايه انها فيها زي ما هناخد في التوبركلوزس انه من ضمن الانزيمز بتاعتها لايبيز انزيم. فلو الحاجات اللي هي انجلفت فيها ليبيد النيوتروفيلز ما بتعرفش تتعامل معاها انما الماكروفيجز بتعرف ايه بتعرف تتعامل معاها. يبقى انا قلنا ان الفاجوسيتك سيلز نيوتروفيلز ماكروفيجز واذر سيلز زي كوبر سيلز والانتورال سيلز بتاعت ايه بتاعت الاسبلين والايه والليمف. طيب الفاجوسيتك سيلز دي الافشنسي في الفاجوسايتوزس بيعتمد على ايه؟ الافشنسي والفاجوسايتوزس بيعتمد على ايه؟ سهله يعني ميني فاكتورز. انا دلوقتي في حاجتين في اورجانيز وفي الفاجوسيتك سيلز. ف البيشنت اميونيتي الدوز والبالانس بتاعت الاورجانيزم هي كده يعني انا ايه انا في النهايه لما عدو او يعني حد بيحاربني الرياكشن او الافشنسي بتاعت الحرب بتاعتي بتعتمد على ايه؟ على قوه الجيش بتاعي وعلى ايه؟ وعلى ضعف او يعني على 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 او البالانس بين الجيش بتاعي وقوته وقدرته وقد ايه عنده حاجات سبيسيفيك اسلحه سبيسيفيك وعلى ايه؟ وعلى قوة الجيش الثاني وعدده وتسليحه وكده، ماشي؟ طيب ده الايه؟ يعني اللي بيحدد قد ايه الفاجوسايتوزس افيشنت في بعض الاحيان، في بعض الاحيان الفاجوسيتك سيلز ما بتقدرش تقوي الايه؟ الاورجانيزم وممكن هي اللي تكون بايظ بكتيريا. وفي احيان ثانيه الفاجوسيتك سيلز ما بتعرفش تموت برضه الباسيلاي ممكن تفضل عايشه ايه؟ ما تموت الاورجانيزم يعني ممكن يفضل الاورجانيزم عايش جوه ايه؟ جوه البكتيريا. جوه الفاجوسيتك سيلز ده هنا الكلام على التيشو هيستيوسايتس وازاي انها ايه؟ انها مع الانفلاميشن بتتحول لماكروفيجز. طيب احنا كلنا نقول اخر حاجه السيستميك تشينجز ولا بس من التفاصيل جزء صغير نكمله المره الجايه نريفايز بس نسمرايز بالراحه بس كده نسمرايز في ثانيه واحده.
احنا اتكلمنا النهارده عن الانفلاماتوري سيلولار اكسودات وقلنا ايه اللي بيحصل فيها. ببساطه شديده السيلز بتروح على الحروف بسبب الاستيزس بتبتدي تلزق على الحروف يعني اسمها مارجينيشن ثم بيجمنت اتلزقت وبعدين ايميجريشن خرجت بيحصل لها كيموتاكسس. الكيموتاكسس ده عبر ايه؟ عبر كيموتاكتيك فاكتورز. الكيموتاكتيك فاكتورز بين الفوسفولايميز والفوسفولايميز بيعمل لنا بيطلع كالسيوم يزود الكونتراكتيليتي بتاع الاكسترا سيلولار وانترا سيلولار بروتينز. تروح السيلز تبتدي تعمل فاجوسايتوسس. الفاجوسايتوسس عباره عن ريكوجنيشن انجلفمنت اند ديجريديشن. المره الجايه ان شاء الله هنخلص يوم الاثنين هنخلص الانفلاميشن كله ونبتدي في الريبير باذن الله.